المحافظة والتي أثرت على حركة الأسواق ومعاملات المواطنين بشكل كبير. المواطنون طلبوا الحكومة الاتحادية ووزارة المالية بتوفير العملات النقدية بكافة فئاتها في مصارف كركوك أسوة بمحافظات الوسط والجنوب. مشاكل المواطنين في كركوك بسبب الحكومة الاتحادية كثيرة، منها التداول بفئات نقدية صغيرة من العملة العراقية التي أصبحت تالفة الآن، بل بات من الصعب الآن التداول بها في الأسواق. موظفون ومواطنون وكسبة معاناتهم هي نفس المعاناة بسبب عدم وجود فئة نقدية ذات طبعة جديدة ترسل من بغداد، ويطالبون الجهات المعنية حل هذه المعضلة لهم أسوة بمناطق الوسط والجنوب من العراق. عندي فلوس هسه تقريبا 500,000 بالبيت، الله شاء 250 كلها مشققة وكلها مو تالفة، وانما تروح على اي تاجر يقول لك احسب لك اياها ضعف 8000 دينار ياخذ فرق. يلا شنو اللي تطلبه من الحكومة؟ والله اطلب بين بلش يجيبوا لنا فلوس زينة وينهون هاي ال 250، يعني كل المعاناة الشعب العراقي على 250. فئة ال 1000 دينار وفئة ال 250 حالة يرثى لها، يعني مع الأسف يعني المواطن هالخدمة اللي قدمها الخدمة طيلة فترة الخدمة يستلم هيك فلوس ما ممكن. يعني روح انت شوف بقية المحافظات الجنوبية عندك الوسط البقية يستلمون فئات، يعني مو مثل في بس احنا نعاني من مواطن بكركوك، مو بس المصارف، المصارف الأهلية وكذا كلها نفس الشيء. صار لي شهرين اخذ فلوس كلها مشكك، يعني بأي مكان اوديه وما ياخذونه مني، وهسه اكو عملات نقديه بجيبي باي مكان وديتها ما اخذوه مني، هسه ظل يمي مثلا هاي الفلوس، هذا الالافات مشققه، هذا الالافات مشقق، اي مكان اوديه ما حد ما ياخذه مني. 250 هواي مشكوك اكو، والفات مشكوك هواي، كون جدد يصير احسن، حتى بالورقه يختلف لنا، وين تخليه 10 دقايق يطلع رقمين، احنا خو ما ناكل حرام، لازم احنا نطلعه، الرقمين نطلعه لا نشمره. عندنا رقمين هواي و250 هواي هواي مشقوق عندنا. المعاناة مالتنا نفتر بالسوق وين ما نروح ما حد ياخذها من عندنا، لا ابو المخضر لا ابو الجقاير لا القصاب ابو اللحم، ما حد ياخذها من عندنا، واحنا محتارين ما نعرف شو نسوي بها. والله هي الذنب ما نعرف بيمن، يعني احتارينا ما نعرف الذنب بيمن، المن يذب اللوم على اليمن. رئيس اللجنة المالية بمجلس محافظة كركوك قال أنهم كلجنة في المحافظة أصدروا قرارا لمصارف كركوك إيقاف التداول بالفئات النقدية التالفة كرواتب للموظفين والمتقاعدين من كركوك إلى أن تصل الفئات النقدية الجديدة إلى المصارف، عازيا السبب إلى أن البنك المركزي ووزارة المالية العراقية لديها حجج واهية لعدم إرسال مبالغ مالية جديدة لكركوك. بالنسبة للفئة النقدية التالفة خاصة الصغيرة منها 250 500 و1000 صار مدة هذا نطالب بتبديلها كما بدلوا في المحافظات الجنوبية، لكن الطريق غير سالك وما يقدرون هالمبالغ ياخذوه عن طريق بغداد كركوك القديم. هذا المواطن اللي ياخذ رواتب هو المتضرر، هذا الشيء قلنا لا هاي نوقفها هسه، انتظر من بغداد يجي خشب، اجراءات راح نكتب الى وزاره الماليه لالغاء هالشهاده انه المصرف اللي ينطي رواتب ياخذ من المصارف الاهليه وينطي لنا، وبعدين يجيهم الخشن ينطوا لنا المصارف، هذا يصير بها تجاره بين المصارف الاهليه هذا، فراح نمنع الموضوع هذا. محليون وموظفون ومتقاعدون وكسب من محافظة كركوك رفعوا طلباتهم ووضعوها على طاولة رئيس الوزراء العراقي ووزير ماليته للبت فيها وإصدار قرار هم بانتظاره منذ أشهر عديدة. هالغورت حسن، فضائية كركوك. موضوع آخر، كشف مسؤولون عسكريون أمريكيون عن عزم واشنطن نشر 1250 جنديا أمريكيا في العراق